السنة هذه غير أي سنة، مواقف وذكريات ومجموعة مشاعر في الخلاط. بس الصراحة أبدعنا، قلبنا الأدوار وحبينا نفزع، وفي الأخير الخبرة لعبت دورها. اجتهدنا وداومنا بس ما عرفنا نقاوم لولا مديرة المدرسة. بكينا من الفرح وحلمنا بالنجاح، بس الباقي الله يستر عليه. وكله يهون عشان عندك اللي دايما تعتمد عليه وما يتركك ولا لحظة، لأن العيلة أساس كل شيء، ومهما صار حنكون دايما مع بعض السنة هذه والسنين الجاية.